في محطة جديدة من محطات الحملات الرقابية لبلدية الكويت على سراديب وأسطح المباني الاستثمارية المستغلة تجاريا بمحافظة الأحمدي. توجه فريق طوارئ التدخل السريع التابع لبلدية محافظة الأحمدي على سراديب مخالفة لنظم ولوائح البلدية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاقها من قبل بلدية الكويت. جولة ميدانية جديدة للفريق الرقابي التابع لبلدية الكويت على السراديب وأسطح المباني الاستثمارية المستغلة تجاريا بمحافظة الأحمدي. فبإجراءات حازمة أغلق فريق طوارئ التدخل السريع لبلدية محافظة الأحمدي سراديب ومخازن مخالفة. طبعا بتوجيهات من المدير العام بلديه الكويت المهندس احمد المنفوحي تم تكثيف الجولات الميدانيه في مناطق السكن الاستثماري، ومثل ما انتم شايفين انتم اليوم معانا في هذا المخزن رصدناه، وسوف نقوم بتحرير محضر مخالفه على صاحب القسيمه. طبعا احنا نقوم بتوجيه انذار لصاحب العقار المخالف ويقوم بمراجعتنا، ودايركت نعمل له بلوك احترازي لحين مراجعه المالك. حاب انوه أصحاب العقارات المخالفة بتعديل وضع قسائمهم المخالفة حسب الرخص والمخططات لدى بلدية الكويت، لأن جولاتنا مستمرة لحين الانتهاء من آخر سرداب في محافظة الأحمدي إن شاء الله. هذا وقد رافق فريق طوارئ التدخل السريع لبلدية محافظة الأحمدي مفتشي إدارة التدقيق والمتابعة للمحلات والإعلانات، وفعلوا إجراءاتهم الرادعة من أجل القضاء على السراديب المخالفة. طبعا احنا الاجراء عندنا قاعد نطلع ادارتين، اداره المحلات والاعلانات واداره الشؤون الهندسيه. احنا كدورنا اداره المحلات والاعلانات نقوم بتحرير محضر فوري واغلاق فوري، فنغلقه ونعطي يراجعنا في البلديه وعلى اساس انه يخلي المكان، لانه غير مسموح له انه يرخص ويستخدم الاستخدام اللي هو بالسراديب تخزين ما تخزين. والهندسيه نفس كذلك انذار ويراجع على صاحب العقار. احنا نقوم بالعماله اللي موجوده عندنا اللي هو المستاجر عليه، ويتم احرار محضر عليه ويراجعنا ويتم اخلاءه مده لا تتجاوز اسبوع. عمل لا يتوقف للفرق الرقابيه لبلديه الكويت، حيث ستواصل رصدها لكل السراديب المخالفه وفي كافه المحافظات، وستتخذ الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.